وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في حقي ولدي الحسن والحسين عليهما السلام: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وهذا الحديث الشريف يؤكد لنا جملة قضايا، ومن أهمها هو أن الإمامة هي بالنص وليست بأي طريق آخر، فهي من حق الله سبحانه وتعالى وليست من حق الناس، وإلا كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وآله والحسن والحسين لا يزالان في مرحلة الطفولة؟ كم كان عمر الواحد منهم حتى يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن إمامتهما؟ لم يتحدث عن حبه لهما، ولو تحدث عن حبه لهما ودعوة الناس إلى حبهما وإلى احترامه فيهما أمر طبيعي، لكن حينما يتحدث عن إمامة صبي لا يزال في السنوات الأولى من عمره، لم يتجاوز لربما الثلاث أو الأربع أو الخمس سنين، ويتحدث عن هذه الصفة وهي صفة الإمامة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، فلا بد وأن يكون النبي بالضرورة صلى الله عليه وآله يتحدث عن هذا الأمر ويثبت صفة الإمامة لهذين الصبيين، لابد وأن يكون هذا الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى، وليست هي رغبة نبوية أو حب نبوي لولديه الحسن والحسين. وما من عاقل في الدنيا يمكن أن يفسر هذا الحديث بغير هذا المعنى. ماذا يريد أن يقول؟ كيف يتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن صبيين بهذا الشكل؟ فإذا كان الأمر كذلك، النبي صلى الله عليه وآله وهذه واحدة من أعلام النبوة، يشير إلى اختلاف الأدوار التي ستحصل في حياة هذين الإمامين، أن دور الحسن سيكون مختلفاً عن دور الحسين. أطفال صغار، النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن المستقبل البعيد،
يعني ما بعد 60 عاما أكثر أو أقل من ذلك. يقول الحسن والحسين إمامان قاما، يعني إذا قدر أحدهما المواجهة مع طواغيت الأرض، مع المستكبرين والفاسدين، فهذا الإمام هو إمام، وموقفه موقف صائب، وأنا معه في موقفه. وإذا قدر الآخر أن المصلحة في المهادنة في القعود مثلا، حينئذ هذا الموقف لا يخرجه عن كونه إماما، فإمامته ثابتة، وهذا الموقف خاضع للظروف الموضوعية التي تعيشها الأمة ويعيشها الإمام عليه السلام مع أمته. وهذا يؤكد لنا بأن الأئمة عليهم السلام يتحركون في الحياة وفقاً للقوانين الطبيعية لهذه الحياة. لم يستخدموا الخوارق والمعاجز في حركتهم في مواقفهم، وإنما كانوا يتحركون في المسارات الطبيعية الخالصة، يتحملون الأذى ويعيشون المحنة، ومع هذا هم يتحركون في المسار الطبيعي الذي يتحرك فيه كل الناس. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نلتفت إليه، وخصوصا في هذه الليلة التي هي فيها ذكرى ولادة الحسن المجتبى الصبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، والذي عاش المحنة في حياته وكان مظلوما صلوات الله وسلامه عليه من قبل أعدائه وحتى من قبل أوليائه إلا ما ندر منه. ومن أبرز ما واجهه الإمام ولا يزال الناس يوجهون من خلاله سهامهم المسمومة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي مسألة الصلح مع معاوية بن أبي سفيان، هذا الإنسان الباغي الذي تحدد بغيه بصورة قاطعة لا لبس فيها، وإن كان هو وجلاوزته أراد أن يتخلص من هذا الوصف ولكنه لم يتمكن. حينما قتل عمار في صفين تبين للناس من هي الفئة الباغية، لأن رسول الله كما هو ثابت عند جميع المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. فلما قتل راح الكثير من الناس
وخصوصا من أهل الشام. من يعيد النظر في مواقفه وكثرت التساؤلات حول هذه القضية أن من هي الفئة الباغية؟ الفئة الباغية هي الفئة التي تقتل هذا المجاهد العظيم الذي تحمل الأذى الجسدي والنفسي وفقد أبويه وهو في خط الجهاد في سبيل الله، قتلته هذه الفئة. فراح معاوية وأتباعه يبررون: الذي قتله هو الذي أخرجه للحرب لا الذي باشر القتل. شوفوا شلون القصة، مو اللي زاول باشر عملية القتل فقتل عمار، لا، الذي قتله هو الذي جاء به إلى القتال وزج به في لهوات الحرب وهو علي عليه السلام. وبناء على هذا التفسير يعني علي وجماعته هم البغاة وليس معاوية وأهل الشام. فالغرض هذا الصلح الذي حدث والذي لا يزال يثير حوله البعض إشكاليات، ما هي الظروف والأسباب الموضوعية التي دعت إلى قبول مشروع الصلح؟ من القضايا التي يجب أن تعرف هو أن هذا المشروع لم يكن مطروحاً من قبل الإمام الحسن، وقد عرض مرات عديدة على الإمام الحسن عليه السلام من قبل معاوية خلال ما كان يبعثه من رسل، ولكن الإمام عليه السلام في كل مرة يرفض قبول هذا المشروع، مشروع الصلح. ولكن حينما نظر الإمام سلام الله عليه إلى الأوضاع التي أخذت تتفاعل في الجانب السلبي من حركة أهل الكوفة، وهو ينظر إلى عزوف هؤلاء الناس عن الحرب وكراهيتهم لها، أهل الكوفة هكذا، بسبب أن الحرب طالت، زمنها طال من أيام الإمام أمير المؤمنين وحتى عهد الإمام الحسن في أيامه الأولى، فهذه الحرب كانت حرباً طويلة وكانت مكلفة، ثمنها غالي في الأرواح، في المعاناة، في الأرزاق، بالإضافة إلى أن هذه الحرب التي كانت كلفتها غالية باهظة ليس فيها محفزات مادية ما بيها، على خلاف المعسكر الثاني المحفزات مستمرة، ودائما هاي المحفزات لا تعطى إلى كل واحد من المقاتلين، لا، بحكم كون أن هذه المجتمعات قبلية عشائرية كانت الهدايا والصلات تعطى
لرؤساء القبائل وزعماء العشائر الذين كانوا يعبئون الآلاف من أتباعهم في قضية الحرب. لذلك معاوية كان يغدق عليهم بالعطاء، وبحكم القضية العشائرية ذولا يوجهون عشائرهم وقبائلهم، والقبائل لا تعصي لهم أمرا، هي دائما في خط الطاعة لزعماء القبائل والعشائر. وهذه هي القضية التي أشار بها بعض أولياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قيل له: يا أبا الحسن، المشكلة هو أنك تعتمد مبدأ العدالة في توزيع المال، وهذا ما ينفع في هذه الظروف. أنت لابد لك من أن تميز في العطاء بين الرؤساء والمرؤوسين، الناس الذين لهم حضور على المستوى الاجتماعي، كأن يكونوا مثلاً قراء، علماء، مثلاً فرسان حرب، كن تميز بينهم وبين غيرهم في العطاء حتى ينقاد الناس إليك. فالتفت إليهم الإمام أمير المؤمنين والقول التي تعرفونها: لو كانت الأموال لي لواسيت بينهم، كيف وهي أموالهم تريدون مني أن أطلب النصر بالجور؟ يعني أني حينما أميز بينهم في العطاء أنا مو عادل، جائر، أنا ظالم لهؤلاء الناس، ظالم لهؤلاء الناس. ولذلك لا يمكن لعلي عليه السلام إلا أن يساوي بينهم في العطاء، لأن هذا المال هو مالهم وليس لعلي عليه السلام هذا المال، حتى يعطي هذا ويمنع ذاك، ويعطي هذا أكثر من ذاك. هذه سياسة خصوم علي. ولذلك هاي الحرب التي طال أمدها وراح الناس يدفعون أثماناً باهرة من خلال هذه الحرب وطول أمدها، بلغ عندهم السأم يعني ذروة عالية، وما أكو محفزات. وكان الإمام سلام الله عليه ينظر إلى هذا، وقد شخصه بدقة. وهذه الظاهرة كانت أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني ما حصلت أيام الإمام الحسن، لا، امتداداتها وصلت إلى أيام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في عهد أمير المؤمنين كان حينما يدعوهم إلى الحرب يتثاقلون ويتباطؤون ويلتمسون العلل والمعاذير. الآن صيف حار شديد الحر، امهلنا حتى ينقض الحر، الآن الوقت بارد، وهكذا في كل مرة يحاولون أن يتعللوا بشيء من أجل أن لا يقوموا بالواجب
الملقى على عاتقه، وهاي الظاهرة اشتدت وتعاظمت عندما تسلم الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه مقاليد الأمور. ومن خلال حالة السأم هذا نجد أن جملة من القبائل اتصلوا بمعاوية، بل ذهبوا إليه زعماؤه وبايعوه وعاهدوه على أن يفعلوا ما يريد، حتى ولو أمرهم بالقبض على إمامهم وتسليمه إليه. شوف هذا نص للإمام الحسن سلام الله عليه. قال: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي، شايف؟ لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما من دون حرب. وحتى هذه الشخصيات والزعامات التي ذهبت إلى معاوية وبايعته